السلام عليكم الخوت، صباحكم مبروك، تحياتي لكم الخوت. مباشرة من السوق 2 بن حمد، إقليم سطات، راه بتاريخ 5 شهر 6 2023. ما تنساوناش باللايك ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو، كنشكروا كاع المشاهدين اللي كيتبعونا داخل الأرض الوطن وخارج الأرض الوطن. راه خيرات تبارك الله اليوم من مزابة الخوت. اليوم راه السلعة راه موجودة تبارك الله، راه داخلة السلعة، وشوفوا معنا الأثمنة وشوفوا السوق اليوم الخوت. وكنشكر كاع المشاهدين اللي كيتبعوني داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. راه فيديو جديد اليوم، راه اول فيديو اليوم من السوق 2 بن حمد. تبعوا معنا الفيديو الخوت، وكنشكركم وتحياتي لكم من القلب. الله يسهل الامور، تبارك الله عليكم الخوت. خيرات تبارك الله اليوم من السوق 2 بن حمد، اللهم بارك. وتبعوا معنا الفيديو الخوت، الله يسخر لكم. خيرات تبارك الله الخوت. السلام عليكم، كدير اخويا؟ كلشي مزيان؟ هادي داز ياك؟ بشحال داز اخويا؟ جامعة تبارك الله، داز ب 27 ياك؟ 1350 درهم تبارك الله، راه جامعة. الله يسخر لك اخويا، الله يجيب لك التيسير. شحال ديالك؟ 27. هاد الخير بشحال داز؟ 40. اه 40. لا لا بزاف، شوف 48 48 تبارك الله. حاول هي تبارك الله. شحال الحاج؟ فايت 40 ياك، فايت 40 الخوت. سير الله يسخر لك. مرحبا، الله يجيب لك التيسير اخويا. مرحبا بك، مرحبا، كنشكروك اخويا. اللهم بارك الخوت. خيرات تبارك الله، هذا الخير تبارك الله راه داز تباع، الله يسخر المولاه. شحال داز اخويا؟ شحال داز؟ شحال داز اخويا؟ تبارك الله، حاولي مليح تبارك الله، اللهم بارك. اسمح لي الخوت، الخوت شحال داز اخويا؟ 114 تبارك الله، 5700 درهم. الله يبارك الخوت، غيكون ثنية هذاك. تني يلا جايب تنايا تبارك الله، 114. حاولي مليح، اللهم بارك الخوت. تباع غادي للعيد الاضحى ان شاء الله. الله يبارك مليح، 114 الخوت، اللهم بارك. حاولي غلات تبارك الله مليح الخوت، 114. اللهم بارك. خيرات تبارك الله. واه كدير ديتيهم؟ عقبتي ديتيهم؟ سير الله يسخر لك اخويا، الله يجيب لكم التيسير. تعيد كروسه، تعيد كروسه. بشحال عقبتي ديتيهم الحاج؟ 76 76 باش عقب ديهم. 130 لا على الحواله الموين، الموين. اللهم بارك. خيرات تبارك الله، اللهم بارك الخوت. خيرات تبارك الله. شحال داز هو اخويا؟ 94 ياك؟ 94 تبارك الله، 4700 درهم تبارك الله. جايرين في السنه اخويا؟ جوج ثنايا وجوج ثنايا الحليب. خيرات تبارك الله، غادي للعيد ان شاء الله ياك، العيد الاضحى ان شاء الله. سير الله يسخر ليكم اخويا، وكنشكروك، تحياتي لك كبيره. اللهم بارك الخوت. خيرات تبارك الله اليوم من السوق 2 بن حمد. ما شحال عطاوكم هنا يا اخويا؟ 110 تبارك الله، 5500 درهم هذا الخير، 110. سلعه مليحه تبارك الله. يا شحال فيها من حول هنا؟ كاينه 20 ياك. المرقد مع 80 اخويا. دي السلعه ديال الفقيه بن صالح تبارك الله، 5500 معطيه جمله، الثمن ديال الجمله. الفرادي ما عطاوكمش اخويا؟ 140، 7000 درهم تبارك الله في الفرادي الخوت، 140. الله يبارك الخوت، السلعه راه السوق تبارك الله اليوم من السوق 2 بن حمد. خيرات تبارك الله، خير موجود اليوم وكاين المليح الخوت. الله يسخر لك اخويا، الله يجيب لك التيسير، كنشكروك. هاتهم الخوت، سلعة غلايدة تبارك الله، سلعة زينة والله. يسر ليكم هادين، الله
الله يسر لكم. مبارك الخوت خيرات تبارك الله. اليوم الخوت غادي تشوفوا الثمن ديال الحول ديال الفرادي، الثمن المويان، الثمن الغليظ. تبعوا معنا الفيديو وما تنساوناش بالله لايك ديالكم. تبارك الله عليكم الخوت. ما شحال عطاوكم اخويا في هاد الثلاثه؟ 86 تبارك الله، 4300 درهم. حواله زينين تبارك الله. المرقد منين اخويا؟ سيدي حجاج مزاب. المرقد الخوت من سيدي حجاج. كي داير السوق اليوم اخويا؟ السوق مزيان ياك؟ السلعه داخله اليوم خير موجود، والتمر التمر راه كاين، هذا الشيء اللي كاين. 86 تبارك الله، 4300 درهم. الثلاثه شحال قلتي اليوم اخويا؟ 74، 3700 درهم الثلاثه. خيرات تبارك الله. المرقدة من هنا تا هما الثلاثة. سي الله يسخر لك، الله يجيب لكم التيسير. كنشكروك كنشكروك اخويا، وكل شيء راه يعيد ان شاء الله، كل شيء يعيد ان شاء الله، خير موجود الحمد لله. تحياتي لكم. اللهم بارك الخوت خيرات تبارك الله، خير تبارك الله اليوم، خيرات تبارك الله اليوم. من السوق اثنين بن احمد مزاب. شحال عطاوك؟ شداده 80، 4000 درهم تبارك الله. 80 الخوت، 4000 درهم، الله يبارك. حاولي مليح. اش داير في السنه ديالنا؟ ني تبارك الله. ني الخوت 4000 درهم، 80000. كي داير السوق اليوم؟ كي صابح السوق؟ مزيان السوق مزيان، الخير موجود تبارك الله، خير موجود تبارك الله. اليوم من السوق اثنين بن احمد، وكل شيء عايد ان شاء الله، كل شيء عايد ان شاء الله، الخير موجود تبارك الله. اش ما بغاو يشريو يشريو؟ هذاك الشيء اللي كاين، وهذا اللي شادي في يدك. ما عاد شحال شحال قلت؟ 76. المعطياك اللي عاطين، والثمن ديال البيع شحال قلت اليوم؟ الثمن ديال البيع شحال قلت اليوم اخويا؟ باقيين شويه مزيان، زيدي حد شويه لقدام. سي الله يسهل عليك اخويا، اسمح لينا تبارك الله عليك، كنشكروك. ما يبارك الله. اللهم بارك الخوت خيرات تبارك الله. مرحبا اخويا. شحال عطاوكم اخويا؟ ما شحال عطاوكم؟ 78 ونص. 78 ونص جملة. جملة تبارك الله، 78 ونص. هذا الخير كسيبة ولا بعشرة؟ كسيبة ياك. المرقد ديالهم مع 80 اخويا. سيدي الحجاج ولاد مراه حمزاب. دابا كي شاري جملة، جملة تبارك الله، الله يبارك الخوت. دري خوك هذا يلا باقي شوية ما باغيش يبيع. وكي داير السوق اليوم اخويا؟ السوق شوية راجع شوية ياك، والسلعة موجودة الحمد لله، الخير موجود اليوم. والتمر شوية الخوت، التمر بين وبين ها؟ ناقص الثمن على يامس ياك، والله يستخر لك اخويا، كنشكروكم. اسيرو يسترو يسترو. خيرات تبارك الله، الله يبارك. اليوم راه موجود في الرياضي تبارك الله اليوم الخوت. شحال عطاوك محمد؟ شحال عطاوكم محمد اخويا؟ باقي على الله. سير الله يسخرك. مرحبا. حواله مليح تبارك الله الخوت، الله يبارك. بعد صار 5000 رباح. 5000 وما شحال المشري ديال 76؟ عطيتهم 5000 جملة، وما كاينين ربعة الحوالة. وسيروا توكلوا على الله وقضيوا الغرض، الله يحسن العون. هذا الشيء اللي كاين هو قال لهم الخوت 8000 400 درهم. سير توكل على الله اللحية، سير توكل على الله، تقادوا مع بعضياتكم وقضيوا الغرض. انت باغي دير 4000، انا حاسك ب 4000، انت دير 2000، علاش دير 4000؟ علاش؟ خيرات تبارك الله الخوت، ولا مليح الله يبارك. اشحال عطاوكم؟
انت كيداير؟ كلشي مزيان الله يحفظك اخويا. شحال عطاوكم هادينا؟ 86 تبارك الله 4300 درهم في هذا الخير تبارك الله. تلغدا تلغدا 86000 4300 درهم اخويا. الله يبارك حواله ملاح 86 تبارك الله. وزوين شحال كاينه من راس هنا اخويا؟ 10 اخويا 10 الحواله تبارك الله 10 الحواله ملاح تبارك الله 86 4300. الفرادي ما عطاوكم شي ياك؟ الفرادي قلنا له 110 110 110 الخوت في الفرادي 5500 درهم. ولا ملاح تبارك الله اللهم بارك. عطيتك عطيتك بحر ولا ملاح ملاح تبارك الله 86 4300 جملة الخوت. الله وليدي تقريبا ما داير في السوق. وفين المنياني؟ اللهم بارك الخوت خيرات تبارك الله. سيدي الحاج كي داير؟ كلشي مزيان الله يحفظك الله يبارك فيك. مع شحال عطاوك في هذا الخير؟ 92 ما قنعتيش ب 92 مازال ما بغيتيش تبيع. 92 تبارك الله 4600 درهم هذا الخير. حاولي مليح تبارك الله 92000. اش داير في السنه؟ السنه الحليب تبارك الله. المرقد معك منين اخويا؟ من سيدي حجاج ولاد مراح. هيا السلعه ديال المزاب تبارك الله سيدي حجاج ولاد مراح. حاولي مليح تبارك الله. كي داير السوق اليوم؟ كسابح السوق؟ الخير موجود، الخير موجود اليوم، خير موجود تبارك الله. والله يسهل عليكم اخويا، الله يجيب لكم التيسير تبارك الله عليكم. الله يبارك الخوت السلعه ديال الدراوس السلعه مويان. السلام عليكم كي داير؟ كلشي مزيان الله يحفظك اخويا. شحال عطاوك اخويا؟ 104 ياك 5200 درهم. السلعه ديال الدراوس هادي نذاكروش السلعه نقيه تبارك الله. 104 ما كينسولوك اخويا. مع شحال قلت لهم الثمن ديال البيع؟ 120 ياك على 3000 درهم من الواحد الخوت. 120 باش قطعهم. كدير السوق اليوم؟ كاين الثمن ياك والخير موجود تبارك الله. هاد الخير مع شحال قلت لهم اللحيه؟ شحال قلت لهم اخويا؟ 150 تبارك الله الجوج. الله يبارك 150 هانتوما الخوت خيرات تبارك الله. خير موجود تبارك الله اليوم. كاين حواله فراديين 7500 درهم تبارك الله. 7500 درهم. الله يسخر لكم اخويا. الله يبارك الخوت خيرات تبارك الله. شحال عطاوك هنا سيد الحاج؟ شحال عطاوك سيد الحاج؟ 95 ياك 95. الله يبارك الخوت 95 4750 درهم. هذاك الحاج ما عطاوكش لي من اللي ياك؟ بحال بحال ثمن واحد ثمن واحد تبارك الله. 95 4750 درهم الخوت. الله يبارك حواله زينين تبارك الله والثمن تاعو راه زين. الله يسخر لك اخويا اجيب لكم التيسير خيرات تبارك الله. الخوت من السوق 2 بن حمد مزاب الخوت خيرات تبارك الله. الخوت الله يبارك. شحال عطاوك ديالنا؟ 81 81 تبارك الله. الخوت 4050 درهم الملايح تبارك الله الملايح تبارك الله 81 الله يبارك. المرقد منين اخويا؟ المرقد منين؟ من هنايا من نواحي هنايا. سلعة كسيبة تبارك الله ديال الدار. سلعة ديال الدار تبارك الله 81. هي شحال كاينة من حاولي اخويا؟ كاينة 12 حاولي تبارك الله 81 غير معطية. الله يبارك
ولا مليح تبارك الله. كي داير السوق اليوم اخو؟ ما عاد كي داير السوق اليوم؟ ما بينه وبين ياك السلعه راه موجوده والثمن راه كاين اخو، هذا الشيء اللي كاين. وتبارك الله عليكم، نشكروكم.